القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. النكسة، المصطلح المتداول للهزيمة العربية في حرب حزيران يونيو من العام 1967 التي ما زالت تفاصيلها راسخة في عقول الفلسطينيين رغم هذه السنوات الطويلة. نكسة من أجل عدم تكرارها تنظم هذه الفعالية في قطاع غزة. اليوم تخرج القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته الوطنية وتمسكه بكل شبر من أرضنا، أرض الفلسطينية. اليوم نؤكد بأنه لا خيار لتحرير أرض فلسطين إلا خيار المقاومة الفلسطينية. اليوم نؤكد أنه كل التطورات على الساحة الداخلية والخارجية باتت تطمئننا وتجعلنا أكثر ثقة بأن المستقبل فقط لشعبنا الفلسطيني، وأن عمر هذا الاحتلال بات أقصر بكثير مما يعتقد. المسيرة التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية انطلقت من ميدان الجندي المجهول إلى مقر الأمم المتحدة للمطالبة بحق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لتنتهي معه تداعيات النكسة التي استكملت خلالها إسرائيل احتلالها للقدس والضفة الغربية وقطاع غزة من دون بصيص نور لانسحابها بعد هذه السنوات الطويلة. رسالتنا هي مثل رسالة كل أبناء شعبنا الفلسطيني، والتأكيد على استمرار النضال الوطني الفلسطيني بكافة الأشكال لإجبار إسرائيل على الانسحاب دون قيد أو شرط من جميع الأراضي التي احتلت بعدوان حزيران 67، وتقرير مصيرنا على هذه المناطق بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وعلى المؤسسات الدولية دعم هذا الحق من خلال إجبار إسرائيل على تنفيذ كافة القرارات الدولية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إنجاز حقه وعودة لاجئين ونازحين. زمن النكسة ولا ولن يعود، فهؤلاء الذين صمدوا في أرضهم وقاوموا المحتل لن يكونوا كما قال الشاعر نزار قباني: السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا وسيفنا أطول من قاماتنا، فقاماتهم ثبتت وسيوفهم أوجعت. جايين نوصل رسالة للعالم إنه العهد القديم ولا، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني كله وحدة واحدة، والوطن العربي إن شاء الله كله متحد في الأحداث اللي جاية. وإحنا جينا هنا نوري العالم ونوري هيئة اللمم، مش هيئة الأمم، هيئة اللمم هذه اللي بتعطينا حبة طحين وبتضحك علينا اليوم ولا بكرة، إحنا راجعين لبلدنا وللأسف الشديد حبة طحين تتراجع لورا، الكبنوت برجع لورا وبضحك علينا وبقوله فينا تلها. إحنا هذا أكبر دليل على وحدتنا الوطنية، حماس وفتح والجهاد. 45 عاما مرت على نكسة حزيران، نكسة ما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن. إسرائيل نجحت في الحفاظ على احتلالها للأراضي الفلسطينية وهضبت الجولان، أما العرب فيبدو أنهم بحاجة إلى 45 عاما أخرى لاستعادة ما سرق منهم. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.